أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان في يوم هذا إلى أساتذتي الموقرين في لجنة المناقشة بتفضلهم علي بقبول مناقشة هذه الرسالة، فأنتم أهل لسد خللها وتقويم معوجها وإبانة عن مواطن القصور فيها. وكل شوق وتطلع لأسمع منكم ما ستتفضلون علي من إرشادات وتوجيهات شاكرة لكم جهدكم ومسعاكم في تصحيحها، وممتنة لكم بقبول مناقشتها وتصويبها لتصير على الوجه الحسن المطلوب. أستاذي المشرف رئيس الجلسة العلمية فضيلة الدكتور أحمد أعراب، الشكر الجزيل على ما خص في هذه الرسالة من عناية فائقة وتوجيهات صائبة، فلم يبخل علي يوما بوقته وحسن نصحه وطول صبره من بداية البحث إلى نهايته، فكان لي خير معين، ولذلك أقول له شرفت به أستاذا مشرفا مني فائق الاحترام وأسمى التقديرات، وأسأل الله له التقدير والسداد في الرأي والعلم والعمل. آمين. الأستاذ فضيلة الدكتور ركاشة بن مصطفى، منسق ماستر التطبيق السياسي والإداري، الشكر والاحترام له على ما قدمه لنا طيلة فترة التكوين كطلبة الفوج الثالث بصفة خاصة وباقي الأفواج بصفة عامة. بارك الله له ولسائر الأساتذة الأجلاء في الفريق البيداغوجي الذين نهلت من عملهم واهتديت بتوجيهاتهم وتصحيباتهم، زادكم الله من فضله وجعل الله هذه الأعمال في ميزان حسناتهم إن شاء الله تعالى. الأستاذة فضيلة الدكتورة عزيزة الغداني، الشكر الموصول لك على قبولك مشاركة هذه في لجنة المناقشة هذه الرسالة. بارك الله فيك وفي عملك أستاذتي، وأرحب بالأستاذين يوسف عنتر والأستاذ مصطفى قريشي على حضورهم، ويسعدني في هذا اليوم الجميل الذي تهب إلي فيه أطيب النسائم الفرح أن أشكر بشكل خاص إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد طريق العلم لي أبي العزيز حفظه الله، وإلى من تستقبلني بابتسامة وتودعني بدعوة أمي الغالية الذين وقفوا بجانبي وأخذوا بيدي إلى بر الأمان، ولهذا أهل تخرجي لهما حفظهم الله وأطال الله في عمرهما. كما أشكر الحضور كل باسمه وصفته ومكانته وعبرهم باقي أفراد عائلتي أختي وإخواني وصديقاتي اللواتي يشجعنني في كل مناسبة، وإلى أصدقائي التي جمعتنا معهم مقاعد الدراسة كانت فترة رائعة بكل المقاييس كي لا أطيل أساتذتي الأجلاء. أسألكم جميعا في أن أعرض أمام حضرتكم ملخصا موجزا عن هذه الرسالة الموصوفة بتحولات السلطة التأسيسية الفرعية في النظام الدستوري المغربي، حيث تعتبر السلطة التأسيسية مدخلا أساسيا ومفتاحا لفهم طبيعة النظام الدستوري والسياسي القائم في بلد معين وتحولاته مدى ديمقراطيته، لأن هذه السلطة هي التي تضع الدستور وتمتلك صلاحية تعديله ومراجعته، وهي بذلك تتحكم في السلطات المؤسسة وتحدد مهام كل واحدة منها. السلطة التأسيسية لا يمكن أن تكون إلا واحدة لأن مصدرها لا يمكن أن يكون إلا واحدا، بيد أن السلطة التأسيسية الأصلية يمكن أن تظل قائما قياما فعليا وقانونيا في حضور الدولة ومؤسستها، ولكن فقط قياما حكميا، لهذا تفوض بعض من وظائفها لسلطة مستقلة منها تقوم من أجل استمرار السلطة تسمى سلطة تأسيسية مشتقة أو فرعية أو سلطة مراجعة الدستور. إن رصد مختلف التحولات والتغييرات التي عرفت السلطة التأسيسية في النظام الدستوري المغربي خلال تطوره التاريخي يظهر أن هناك إشكالا في ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية تجلى أساسا في اختلال التوازن بين المؤسسات فيما يتعلق بمبادرات مراجعة الدستور، سواء من حيث القواعد الدستورية المحددة لها أو من خلال الممارسة الفعلية لهذه السلطة التي ظلت طوال التجربة الدستورية المغربية من حيث الممارسة حكرا على المؤسسة الملكية. وما طرح ذلك من إشكالات ونقاشات بين الفقهاء الدستوريين والفاعلين السياسيين بخصوص مدى احترام الشرعية الدستورية، إذ إن بعض المبادرات بمراجعة الدستور التي كان يتخذها الملك لم يكن يعرف ما إذا كان اتخاذها باعتباره مالكا للسلطة التأسيسية الفرعية، وذلك ما انعكس بالضرورة على فعالية المؤسسات الدستورية وعلى الممارسة السياسية المغربية برمتها وعلى التوجه الديمقراطي للنظام السياسي المغربي ومن
الخليج سوريا وواقع الممارسة، ويكتسب موضوع السلطة التأسيسية الفردية أهمية كبيرة في الدراسات الدستورية والسياسية، ولذلك لكون هذه السلطة هي التي تقوم بتعديل الدستور أو تبين من يعدله، إذ كثيرا ما يذهب المهتمون بالمجال الدستوري والسياسي إلى الحديث عن السلطات الدستورية دون إعطاء الأهمية اللازمة للسلطة التأسيسية الفرعية، بعدم استقرار ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية وعدم احترام مبادئها الديمقراطية والشرعية الدستورية يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار على مستوى باقي السلطات. لذلك فإن السلطة التأسيسية الفرعية تكتسي أهمية بالغة في النظام الدستوري المغربي، كما أنها تتحكم في مستقبل الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلى أنها تعتبر مدخلا ومفتاحا أساسيا لفهم طريقة اشتغال مؤسسات ومدى ديمقراطية النظام السياسي. ولتناول موضوع البحث سيتم الانطلاق من إشكالية مركزية يمكن فصلها كما يلي: كيف أثرت تحولات ممارسة السلطة التأسيسية الفرعية المصطفى على هذه المعطيات، والتي أدعو الطالب الباحث إلى الأخذ بها أكيد وتضمينها في النسخة النهائية. أضم صوتي إلى صوتك وأقول بأن الطالب الباحث مستواه تحسن من الحسن نحو الأحسن. هذه رسالة يعني نجد فيها، وأن الرسالة التي قدمتها أبادت فيها عن علو كعبها على المستوى التحدي وعلى حتى الموضوع الذي يعني كهنت بأن تشطرح قيمته. لا أعتقد بأن أي كان يستطيع أن يشطرحه بهذا المستوى. وموضوع دقيق، موضوع يجتمع فيه القانوني بالممارسات بالمؤسسات بالسياسي بالحقوق، وهذا مجرد من الأمور. كل هذه النقاط استطاعت الطالبة الباحثة أن تزاوج بينها بخير ناظم وبسلاسة ناظمة، استطاعت أن نكون في نهاية المطاف أمام هذه الرسالة بهذا المستوى، لا من حيث المعطيات ولا من حيث المنهجية ولا من حيث الذاتية الباحثة التي نبحث عنها دائما في الرسائل والأطارح. أقول بالنسبة لنقطتين الإثنتين بشيء من الإجابة، مسألة السلطة التأسيسية الأصلية، لماذا اخترنا أن يكون لها موطئ أقدم في هذه الرسالة؟ أولا، عندما أتحدث عن السلطة التأسيسية الفرعية، لزام علينا أن نذكر الأصلية لكي نفهم الفرعية، لأن هذا هو مبنى الفرق. الأصلية تضع الدستور لأول مرة، الفرعية تراجع الدستور، ولا أقول تراجع الدستور، وإنما أقول تراجع بعض مقتضيات الدستور، لأن السلطة التأسيس الأصلية هي التي تكيد السلطة التأسيس الفرعية، لا من حيث الموضوع ولا من حيث الزمان. السلطة التأسيسية الفرعية لا يحق لها أن تراجع جميع خطوط الدستور. ها؟ هنا أتحدث عن ما يسمى بالحظر الموضوعي، عن المبادئ فوق الدستورية: الدين الإسلامي، النظام الملكي، الوحدة الترابية، الخيار الديمقراطي، ثم الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور. هذه القيود من يضعها؟ تضعها السلطة التأسيسية الأصلية، لأن هناك علاقة ترابط، هناك علاقة تكامل بين السلطتين الأصلية والفرعية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن السلطة التأسيسية الفرعية لا يحق لها أن تتحرك بنوع من الإطلاقية على مستوى الزمان، والحال أن السلطة التأسيسية الأصلية يحق لها ذلك. لا يمكن مثلا أن نراجع الدستور ونحن أمام مجلس الوصاية في النظام الدستوري المغربي، لا يحق في فرنسا أن نراجع الدستور ونحن في حالة الاستثناء، لا يمكن أن نراجع بعض الدساتير إلا بعد مضي مدة زمنية معينة، معنى نعطي لها ما يسمى بالتركيز السياسي لهذه الدساتير. إذ هناك خيط ناظم رابط بين السلطتين التأسيسية الأصلية والفرعية، هناك على التكامل. النقطة الأولى، مسألة إشكالية. الطالب الباحث انطلق من كون التقعيد الدستوري أمر ثابت، يعني هناك إشارة منذ البداية إلى من يحق له مراجعة الدستور، ولا أدل على ذلك ما ذكره الأستاذ كشف المصطفى بمسألة التقسيم. ثم الآن أين هو الإشكال؟ الإشكال على مستوى الممارسة. إن عندما أتحدث هنا عن الممارسة أكيد بأن هذه الأخيرة ستكون شرعية، بمعنى تنطلق من منطلق دستوري، هناك نص دستوري يحق يعطي الحق لهذه المؤسسة أن تراجع الدستور. كنا نتحدث عن الملك، الوزير الأول، البرلمان، ثم أصبحنا أمام الملك والبرلمان، ثم أصبحنا أمام الملك ورئيس الحكومة والبرلمان، هناك تطور، هذا تقعيد دستوري قائم. الآن ماذا نضاف؟
إضافة أن للملك حق مراجعة الدستور أو بعض مقتضياته فقط باللجوء إلى البرلمان دون ما حاجة إلى الاستفتاء. ولاحظوا معي حتى على مستوى التوصيف، الدستور طارة يستعمل أو يوصف عبارة مقترح مراجعة الدستور، وطارة أخرى مشروع مراجعة الدستور. في التقسيم الكلاسيكي على مستوى التشريع عندنا أسمع عبارة مقترح قانون المبادرة الضمانية، عندما أسمع مشروع قانون المبادرة الحكومية، لكن عندما يتعلق الأمر بالسلطة التأسيس الفرعية لا يستقيم هذا التقسيم. المبادرة هنا لكل من رئيس الحكومة والضمان، والمشروع فقط ينفرد به الملك، والملك هو الطرف الوحيد الذي يحق له أن يراجع الدستور بشكل مباشر ومخاطبة الأمة بشكل مباشر، والحال أنه لا رئيس الحكومة ولا البرلمان يحق له ذلك، وإنما لا بد من أن يحيل المقترح على الملك إذا كان الأمر يتعلق برئيس الحكومة على المجلس الوزاري، وإذا كان الأمر يتعلق بالبرلمان على ظهير ملكي، ثم بعد ذلك يقدم إلى الأمة بالاستفتاء، بمعنى أن الفاعل الوحيد الذي يحق له أن يستفتي الأمة بشكل مباشر هو الملك. وهما كان يسميه الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله بالحاجب بين الأمة والمؤسسات الدستورية، بمعنى أن المؤسسات الدستورية لا تخاطب الأمة بشكل مباشر وإنما عبر الوساطة. هذه الوساطة من يمثلها؟ يمثلها الملك. إن هناك تطور دستوري على مستوى التقعيد انطلقت منه الضريبة الباحثة منذ البداية، ثم بعد ذلك حاولت أن تزاوج بين الجانب التقصيري الذي هو مبين واضح تحصيل حاصل، ثم الجانب الممارساتي لكي تكون هذه الدراسة متكاملة على النحو المقدم. شكرا لكم جزيل الشكر على هذه المحاضرة الثيمة، الشكر موصول لكل الحضور الكريم كل باسمه وصفته على هذه الاستمادة إلى حدود اللحظة، شكرا للجميع، وأحيل إليك الكلمة إذا كان هناك من رد أو دفاع عن نفسك في كل بضعة دقائق، إليك الكلمة. شكرا أستاذي، الشكر كل شكر الامتنان للأستاذ الأساتذة على تفضلهم علي بمناقشة هذه الرسالة، وبطبيعة الحال سأعمل على تنقيحها وفق إضافاتكم وتصحيحاتكم وتصويباتكم القيمة، كما أشكر عائلتي التي تكبدوا على السفر من وجدة إلى المنظور، وأشكر الأساتذة أستاذ قريشي وأستاذ أنصر على حضورهم، وكافة حضور كل باسمه وصفته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت لي بالمقابلة.